تعب الزمان وما تزال تسير، وتناقلتك بعد الدهور دهور. أراك أكبر من مساحة ناظري يا سيدي، فلكي أراك أدور. هذه الأبيات نقدم بها حلقتنا لهذا اليوم من برنامج المهلهل على قناة الأيام للشاعر والكاتب أحمد وحيد، عظم الله أجوركم. وحلقة اليوم صراحة حلقة مختلفة عن برنامجنا. احنا مع الجمال أينما يكون، مع الصوت، مع الشعر، أينما يكون الجمال فنحن هنا. اليوم الحلقة أنا بصراحة متراهن على انتشارها وعلى محبتكم إلها. حلقتنا اليوم مع شيخنا الفاضل رعد النمساوي. اهلا وسهلا بك، شخبارك؟ الحمد لله بنعم، ان شاء الله طيب. الله يبارك فيك. الله يعزك. الله يسلمك. حياك. الله يسلمك. اسفين اذا تعبناك بالسفر. كلش طبيعي، الاجر على قدر المشقه. الله يسلمك. الله يسلمك. سوق الشيوخ المعطاء شلونها؟ سوق الشيوخ بخير ونعمه بزوار الحسين. سلام الله عليك سيدي مولاي. احنا فرحانين بالزوار حقيقه، ننتظرهم سنويا ان شاء الله يا رب. يعني فرحتنا كبيره بهم لما يدخلون البصره والعماره وباقي المحافظات. الله يعمر دياركم ان شاء الله. امين يا رب العالمين. الله شيخنا لربما سائل يسال. بلي. شيخ رعد النمساوي. نعم. شنو مساله النمساوي؟ هذه في بدايه مسيرتي الحسينيه. نعم. وبدايه مجالسي. فرب يوم من الأيام كان مجلس عندي جيد، وكانت الأجهزة أول دخولها شحن، شحنون على الكهرباء وتروح تقرأ بمكانات وكذا. فصار مجلسي ببيت رجل كبير بالسن، فأثناء إلقاء المجلس والنعي هذا الجهاز خلص الشحن ماله. أها. أي. فاعتمدت على اليمن، اعتمدت انه انا على صوتي بعد. اها. لان الجهاز بعد ما يسعفني، اعتمدت على الصوت مالي. اي فكملت النعي مالي وختمت مجلسي، الحج قاعد. بدون جهاز؟ بدون جهاز. ما شاء الله. اي. كملته. هذا بالعماره هو. الف تحيه الميسان. اخواننا واعزائنا ورفعت راسنا اهل العماره. نعم منهم. فسألوا الحجي، قالوا الحجي شنو رأيك بالقاري؟ قال لهم هذا النمساوي اللي يطق من الناحية ويطيق عندنا. والله ما شاء الله. اي فمشى لقب النمساوي عليه من ذاك اليوم. اي لكن لا أنسى في سوق الشيوخ أيضا هناك رجل اسمه النمساوي. اها. اي اها. أيضا ناعي، خطيب منبر، عزيز على قلبي، ألف تحية إليه. ألف تحية إليه. أساسا هو هم يمدنا بصلة رحم من خصوص خيقان، لأن أنا خيقاني. ونعم منك من خيقان عموما. ملا رزاق النمساوي يصيحون له بسوق الشيوخ عندنا. ألف تحية له. ألف تحية. بقى هذا الصوت عنده وعندي وعندي. أريد 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 أن نختم فقرة النمساوي بأبيات تدلل على النمساوي. ها. نقرأ الملائي. نقرأ الملائي. أي. يا ريت يا ريت لأمير المؤمنين. لأمير المؤمنين. قالت ما نريده بويا البيت بعدك، ما نريده علي أبويا الديرة بعيدة، شال العبول ديرة بعيدة. يا ابويا اللي يريده علي، ابويا سوى الوكت واللي يريده. هذا الشاعر الله يحفظه داخل شويد العقيلي، دائما انا اقرا له، الشاعر المبدع، الف تحيه له. يقول ما رد عليها واحد، تبكي اباها في داخل الدار، وقد حملت جثمان امير المؤمنين صلوات الله عليه. يقول تباوع على الباب
قالت ما تردون فدوى يا بويا ما تردون. الله بويا قول اشتهيسون علي يا بويا قول اشتهيسون يا بعد العافية قول اشتهيسون. الله 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 جاويا تردون يا بويا من حملية جاويا تردون بويا دمعي لي عيون دمعي لي عيون أنا أبكي وهي لي بدمعي لي عيون أنا برمل مدفون ثاري والدي برمل مدفون. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. الله 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 يبارك فيك. الله عليك. أكو الله أكو سؤال بصراحة يراودني، شنو سبب الشجن عند أهل الجنوب؟ حزن معتق، حزن كبير بداخلهم، يعني الحزن مو وليد اللحظة ولا وليد الساعة، من 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 السابق هذا الحزن. شنو السر؟ أكو مقولة يقولون، يعني أنا ما أعرف مدى صحتها، يقولون أكو علاقة وثيقة بين الماي والشجن والحزن، إنه غالبا ما المناطق اللي بيها أهوار وبيها مياه إنه تلقى أهلها حنينين يحزنون على فقد أبسط الأشياء. تتفق على هذا الكلام؟ أكيد أكيد. وجودك بسوق الشيوخ شنو ضاف لك؟ سمعة بالطور. بالطور أنا ابن السوق. ونعم كفو منك. زين أنه أنت ابن هاي المدينة الشاعرة جدا. أكيد. وابن هاي المدينة اللي محافظة على العادات والتقاليد. بل بل بل. هذا شنو تأثيرها على القراءة اللي تقراها؟ يعني مقيدتك ببعض الأمور؟ لا ما بيها تقييد، لكن أضافت لي جمالية. أنه وجودك لأنه أنت ابن سوق الشيوخ. الشاعر إذا يكتب لي يشوفونه شعراء سوق الشيوخ. ها تختبر قصيدته يم شعراء سوق الشيوخ. إي أعرفهم، عدنان الغزي تحياتي أكرم. جار طيب وأستاذ. وأستاذي داخل شويدي العقيلي. نعم داخل كلش عزيزين يلي مشوا كلش عزيزين إلي. أها والله أنا ما أقدر أطلع من وعاء داخل شويد العقيلي. للأمانة سوق الشيوخ بها قامات كبيرة. بلي أنا سنتين بصراحة قلت لك بالكواليس. نعم انه يعني اريد القالي فد نافذه اذكر هذا الرجل. ما لقيت هاي النافذه، لكن اليوم بصراحه سبحان الله انه بلي. اريد ان تسولف لنا على ملا حسين جوهره او شهيد الجمعه. هذا يعني بيني وبينك بصراحه اذا تسمح لي شويه. انسان موفق، يعني هذا التشابيه اللي تقام يا أخي عجيبة غريبة سبحان الله. نفس هي نفس القصة ونفس الرواية بلي. تعاد كل سنة بلي. لكن أنه أنت تحس تضيف لك معلومة تاريخية، معلومة عن أهل البيت بلي. هذه الالتشابية. فأنا أريدك أنت تسولف لنا على هذا الرجل. أنا في البدء قلت أنه جوهر يستاهل والله. يعجز اللسان عن وصفه، سنين طوال لم نرى منه شيء. إذا قلنا رائع فهو فوق الرائع، وإن قلنا حسيني فهو حسيني. سؤال فينا في هذا موقف من مواقفه. يعني رجل شيبة، أنا ربما أصير أحد أولاده وأتمنى أن أكون أنا ابنه. الله إيه أتمنى. السوق كلهم يحبوه ويحترمون، كل صغير كبير رجال نساء يحترمون هذا الرجل ويقدسونه، وأنا أول الناس أحترمه وأقدسه، ومن يستعمل. أشوفه ما خلي عين بعينه، أستحي أدنك. الله الله. إيه حياء من شنو تهدي له أبيات تنعاهم؟ أهدي له الزينب. سلام الله عليك إيه سيدتي ومولاتي، لأن هو حيل يحب زينب. الله كلش
كل احنا نحبها. ملي حسين يحب زينب باختلاف عن الخطباء وعن كل واحد. سبحان الله. اي يحب زينب. اللي يحب زينب كل شيء يسوي. تشوفه غتر تبيضه وخاشيته ويمشي للامام الحسين حافي. هذا الموكب ثقل، هذا ثقل الموكب مهين. هم عددهم 5000 اعتقد. 5000 واحد يطلعوا. كلهم برعايته. كلهم برعاية الخالق ورعاية هذا الشخص. جل الباري ايه. سبحان الله. ايه. لكن السيدة زينب صلوات الله عليها. أنا واقع أنهار يوم السابع من تخاطب السيدة زينب الإمام العباس. والله شو تقول؟ أنهار. فأنا أهديهم ذني لهذا الشخص والشيبة هذا الشخص الملا حسين. السيدة زينب فقدت كل شيء إلا رحمة الله. فصار عند السيدة زينب إنها تتذكر أخوتها القعدة السالفة دوران الحديث ما بينها وبين أخوانها. نعم. أي. فيقول دارت وجهها النهر الفرات أكو جثة هناك للعباس. سلام الله. جثة أبو فاضل تريد تحاكيها. أي. قالت له وردة عتبنك وردة عتبنك أخوي وعزيزي وردة عتبنك. الله. آخ خويا منك منك قبل العتب اردش بعشوف منك خويا يا حاجنك يا حاجنك ذني دموعي ويا حاجنك جنك وجنك جنك وجنك جنك علي جنك وجنك. يقول كأنما العباس يخاطب زينب يسولف لها. قال الحاشمتني ها يا عمتي ابني الحاشمتني علي بويا وناخيتني اي وناخيتني حلوك تلسبي بويا وناخيتني بويا الظهدني بويا الظهدني انا سهمي الذي بعيني ظهدني. الله الله الله. قالي وزاد واني اي وزاد واني ايوه راجر شي اخراجر انا وزاد واني فرقاش زينب زاد واني حاجته زينب. قالت له ما ينفع يعتاب خويا للموتة وما ينفع يعتاب ويا سدوا الباب سدوا الباب ظن شال وهلنا وسدوا الباب يا الحدر الاتراب يا الحدر الاتراب ترى اشتاق يا القلوب يا الحدر الاتراب. طيب الله. قالت موش غياب علي يا ابويا موش غياب كل ساعة اقول اهلنا موش غياب. اسألكم الدعاء حسن العاقبة توفيق ان شاء الله. موفق ان شاء الله. تسمح لنا فاصل؟ خد مكان. فاصل ونعود اليكم. مشاهدين قناة الايام عدنا وياكم مع الشيخ رعد النمساوي حياك الله. الله يبارك فيك الله يحفظك. صوتك للأمانة والنعي يعني أثر حتى على الكادر. الله يبارك. أسأل الله يوفقك إن شاء الله. الله يعزك. الله يخليك. شيخنا دائما يعني بصراحة إحنا محتاجين إنه ننعى الأخ الأخت الأب الأم الصديق
لأنه تعرف يا ربي إن شاء الله نقول هاي السنة هي خاتمة الأحزان عند العراقيين. آمين يا رب. لكن تعرف هاي العلاقة بين الأخ وأخوه والأخت أكيد. وأخوها أكيد. ومن يستذكرون هذا الأيام الخوالي أكيد. فأريد السولف عن الأخ، احنا ما أريد يعني نتحاور هواي بقدر ما أريد نطلع بثمرة من صوتك أكثر. الله يبارك لي. أتذكر بأيام بداية الفتوى أي استشهد ولد عريس رحمة الله على روح الشهداء جميعا الله يرحمه، فكتب لي أزهر الأزرقي مدينة الصدر الناصرية، كتب لي مقطوعة حلوة. المقطوعة تقول لو أن ندري تروح عنه ما تعود شايان روح ميته خلصانة لو أن أدري براحتك موتك يصير وياك روحا حتى موت أنا بعدك بعمر الورد توك رويت الله الله يا عطر قداح يا ريحانة شل بيه البيت خويا وانت موش بيه وش حلات البيت وانت ويانا يا ما قعدنا وسولي فينا الله يا ما قعدنا وسولي فينا وحجينا وتسامرنا يا اخويا احنا حجينا اخي تفارقينا ويا صار الصديق الله تفارقينا الله قال الليالي حلوة ويا الأخو ثاري الليالي أي بالله قالوا حيل غالي خوي وعزيزي وحيل غالي ويا مشدوه بالي يا ابن امي وحك شاربك مشدوه بالي الله بعد عدها بعد عدها هاي خل نشوف بالله الخوان يسولف وحد فاقد اخو يسولف وحد انا كثير قريت للشهداء رحمه الله على روح قعدات الاخوان خلصت بعد قعدات الاخوان ويا نعدلين امتيان نعدلين امتيان المان بعدني عدلين امتيان الله انا للفاقد الاخوان يحلى البكي للفاقد الاخوان هذا على الخوان يستاهلون لبنية عجيبة بين الخوان اتصال روحي بين الخوان والله يا شيخ للأمانة يعني نزار قباني يقول الصمت في حرم الجمال جماله الله يسلمك شكرا لصوتك الشجي الله يحفظك يا نور عين اي بالله الكريم الله يسلمك خلينا نسولف شوي عن الأطوار بلي الحدي الركباني ايه الغربي نعم أريد ركباني مثلاً ركبان بس أنا أحسك بتقيد أنا لا لا كلش لا تأخذ كلش طبيعي كلش طبيعي كلش تأخذ راحتك وحريتك غالب خدمتك
رياض يا حياد بيضاعة. الله 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 اللي الحرام يتودع. نعم ريا فوق الثرى وثارت عجاج وضغبار. حد النوق يقول زينب يوم اخرجوها من كربلاء الى الكوفه قالت لزين العابدين: بني نحن نركب بعضنا بعضا لا يركبون الغرباء. فحاد النوق حب يستعجل زينب والضعان قال: هلموا واستعجلوا واركبوا ضعنكم. هذا الخطاب للسيدة زينب كتب الشاعر. راحت لسع بعالقنطرة راحت لسع بعالقنطرة الحق على ضعني ينسب. الله سلام الله على قمر العشيرة. الله الله سلام الله على زينب المسبية المظلومة. سلام الله عليها. احنا للأمانة طماعين. أنا بخدمتك. الله يعزك. أنا بخدمتك. شنو الفرق بين الغربي؟ الغربي يختلف. هذا حد ركبان اللي هذا يمتى يقال؟ هذا على ظهر الناقة. أنا أخلص برنامجكم وأرجع للضعن مالي مال النوق. ويا النوق إيه تروحون لكربلاء. إلى كربلاء إلى قبلة الأحرار. إحنا أنا بالنسبة إلي أنا كشخصي الناس أكثر مني. أنا بالنسبة إلي متشوق إني أقف أمام حرم الحسين وأسولف وياه. جهدي إيه أقرأ حدي وأقرأ الملائي. خلنا نسمع الغربي ونبروح للملائي. يا حدي النوق يا حدي النوق ريض بالعيون. ما شاء الله. الله يسلمك. يا حدي النوق يا حدي النوق ريض بالعيون. عند علي عند علي لويا الضغايين بديه الأحباية. أكو سؤال شخصي. شيخ رعد صار له تقريبا مدة زمنية طويلة ساكن المقبرة. اي احنا يمكن نثير المواجع آسفين. اي اللي سمعت انه انت تنام يم قبر المرحوم والدتك. أيوة شلونك يا بعد العقل والله. ماجور ان شاء الله خاتمه الاحزان. الله يسلمك. الله يحفظك. ام كل شيء عندي. احنا ثمان اخوان وعندنا اخت واحده صغيره. اسال الله يحفظكم جميعا. الله يسلمك. فام كل شيء. من اروح المجالس الحسين وارجع من اطلع ترفع اصابتها يا ابا عبد الله صمه بصمك من ارجع نفس الشيء. فصار القدر انه توفت والدتي انا على منبر الحسين بالخضر.
هي الحادثة هنا أنه أنت على المنبر. أنا على المنبر خضر السماوة، وجه أخوي علي قال لي الوالدة توفت. أنا أقرأ مصيبة أم البنين عليه السلام، فأجينا لقيتها بالمستشفى، قالوا لي لا تصيح أخوتك صغار الله يساعد قلب زينب شلون فارقت فاطمة الزهراء. فشفت على التابوت، هذا البيت اللي قريته أنا بالمستشفى، ارتجال مني ما كتب لي واحد. شو يقول؟ قلت يم الله وياك يوم، قلت يم الله وياك لي الصخف فرقات حنين الوالدة ويا الصخف فرقات. يما قعدي وياك قعدي وياك اتمنى ساعة قعدي وياك. فما خلوني الجماعة، قالوا شيخنا عوف الجنازة تروح للمغتسل وكذا. صعدت بالفاتحة أنا قريت، الدنيا كلها شافتني. فأول ليلة لها بالقبر، شلونيك شلونيك يا بعد أهلي شلونيك. هذا اللون أقرأ بس لأمي أنا، قريت الفاتحة بعدين طلبت الناس مني، استمريت أقرأ للإمام الحسين. أول بداية هذا إجاني لأنه هذا الطور، انا بحزن، انا فاقد امي، امي اللي هي كل شيء بدنيتي، امي اللي كان ابوي اسير خارج القطر، وامي اللي عيشتنا الله، هي اللي كبرتنا، هي كبرتنا. كنا ثلاث اخوان، كبير سعد واحمد وانا، انا صاير بين الاثنين. رجعنا عن الوالد الشيخ. آه ينشد عليك ينشد عليك قام القلب يما ينشد عليك. تاوي أنا لا واقيت تاوي أنا لا يما وانا نداوريت وانا لاقي. يا يما متعود عليك شو اسوي للقلب متعود عليك. ما حصل الجواب منه، قلت ما جاوبتني، رحت للوالده وما جاوبتني. يما مدري نسيتني مدري نسيتنا الظن هل تهت مدري نسيتني. الله يما زاد واني زاد واني فارقات يما زاد واني خاخ. يا يما ما يقبل يهيد ايش مهودي القلب ما يقبل يهيد. اي بالله ما يلحم اللي بعيد يلحم اللي بعيد عزيزي القلب شالي وحملي بعيد. حكيت الناس قلت لهم الأب الأم من يغادروا الدار تتفلش المحنة. الله اي تتفلش المحنة بعد كل من يلتفت على روحه. فقلت خربان المحنة من هاد مين مشيت خربان المحنة. الله يما نقول هلا نقول هلا نزمت صدق ونقول هلا. يا
ديك المقبرة ودولك أنا بخدمتك، هاي اللشمة ما تروح مني أبد، تبقى. اليوم هواي بتشيتنا شيخ، الله يسلمك. أي والله هواي بتشيتنا، الله يسلمك. ناخذ فاصل من رخصتك، خدمتك. انتظرونا شوية وراجعي لكم بالبارت الأخير ويا الشيخ رعد النمساوي. عدنا وياكم بالجزء الأخير من برنامج المهلهل مع الرائع جدا الشيخ رعد النمساوي. الله يسلمك. الله يسلمك. شيخ أريدك تحكي لي عن شخصية من سوق الشيوخ أنا كلش أعتز بيها وأحترمها وأحبها، الله يرحمها، المرحوم حمدان الشاكري رحمة الله على روحه، عزيز علينا كلنا. أتخطر موضوع يوم من الأيام جيت من المجالس. نعم. احنا عندنا في الكات اثنين، في الكات البروتين جيد وفي الكات الدلة. فهو الظاهر جاي من السوق مشي وانا بسيارتي، فوصلنا للفلكة مال الدلة، سلمت عليه قال لي اطبق اطبق شيخي، وجه كلامه حلو. طبق سيارتي نزلت باسني برقبته، قلت له حمدان انا كنت بالقرايه وعرقان، قال لي كانت غير كنت تنع على الحسين وعرقان بيك ريحه الزهره برقبتك هسه. سلام الله. هذا الموقف ظل ببالي لحد هاي اللحظه. طبعا انا اجيتهم قريت مجالس مجلسين اله بس ما. انهاريت بايام فاتحته، انهاريت كلش والله بالله انهاريت. وعزيز علي يعني اقول لك معزه اخواني واكثر، انسان مخلص للحسين، عند الحسين كل شيء بحياته. احنا نريد ما دام ذكرنا المرحوم تقرانا عن الصديق. وعد بنيه انت فاقد صديق؟ طبعا فاقد صديق، انا رجال عراقي اكيد. الله يكون بعونك. الصديق مو هين والاخ مو هين وحمدان مو هين. اي بالله حمدان عزيز علينا سوق الشيوخ كلنا والله، عزيز على اللي يعرفونه كلهم. اي يعني ما يمدنا بقرابة بس يمدنا بصداقة، والصديق أخ. نعم. أي فأنا أتذكر قريت له هو عنده بنية وبغيته، فواقع يعني اللي عنده بيت يرد على بيته. الله. من يجي واحد يدق بابه خطار يطلع هو، مو بعبد الله، بعبد الله هم عنده بيت أخوه الأكبر منه. نعم. فأنا حاجيته قلت له ياهو يتلقاه بعد خطار كم، ياهو يتلقاه. الله يحفظه داخلي شوية العقيلي كتب هنذني ياهو يتلقاه، ياهو يتلقاه، ياهو يتلقاه بعد خطار كم، ياهو يتلقاه. اخ اخي ويقعد وياه شاب البيت، ياهو ليقعد وياه. الله الله. قل لي وين يلقاه، وين يلقاه الضيع صديقه، وين يلقاه اخي ويمشي وياه، ويمشي وياه ترى يحمل يا اخويا، ويمشي وياه ترى ولا فادش وياه، ما فادش وياه ونينا اش كثر ما فادش وياه. قضى حياته انه يمشي للامام الرضا صلوات الله عليه، وصارت وفاته مو بأرض العراقية، بطريق الإمام الرضا صلوات الله عليه. فبقى رمز عدنا حمدان، حمدان الشاكر نصيح، لأنه صدق حمدان الشاكر. الله. أي تفتخر على حمدان بي. أريد نكمل على الصديق بعده، هواي عندنا ناس فاقدة صديق، أريد نكمل بطور بشري توجعنا حقيقة، أريد توجعنا.
على الفارقوني اريد ابكي وين على الفارقوني اخ ضيعوني واعزاز قلبي ضيعوني اي بالله ما ودعوني يا ما ودعوني وداعي المشى وما ودعوني الله هذا الله. الصاحب يقول انا رحت البيت صديقي البيت صديقي يقول رحت فدقيت الباب ما عرفوني صديقي متوفي انا بعد مدة 6 أشهر 8 أشهر يقول ما عرفوني هذا تفضل قلت لهم أنا صديقي فلان قالوا فلان متوفي قلت لهم أنا أعرف يقول ما عرفوني مو ذاك الترحيب قلت له أنكرتني أنكرتني شهبت الدار والدار أنكرتني آخ أخي ولا عرفتني يا صاحبي شيئين تميت ما عرفتني زاد واني زاد واني أتدري الكتني وزاد واني آخ يا بعيد عني قبرك يا اخويا بعيد عني الله اسالكم الدعاء الله الله يحيي اصلك ووفقك بحق محمد وعلى اغلب الخطباء اللي ينعون على ابو عبد الله سلام الله عليه انه يقرون بالطور الملائي صح اكيد اريد نسمع الطور الملائي أي. احنا قلت لك راح نقلل الحوار كل شيء احنا نرجو نعذر لين تعبنا انا خادم انا بدايه الحلقه تحدثت قلت الاجر على قدر المشق صلى الله يوفقك اهل سوق الشيوخ طلعوا اليوم وانت على معلومه يمكن نعم. شهيد الجمعه طلع يعني من يطلع شهيد الجمعه بمعنى سوق الشيوخ كله طلع صح 5000 صح اي بما فيهم اخواني وعائلتي الخاصين عائلتي عائله بيتي انا يطلعون فقالوا لي انت قلت لهم انا عندي ابو اكبر داعيني الله يسلمك برنامج فالمشي للحسين اجر وراح اقرا للحسين هم اجر الله يثبتك الاجر ان شاء الله ما دام اثنين نفس العنوان عز الله اروح اجيت لهذا البرنامج الطيب وهاي القناه الطيب. شرف والله وحقيقه وانا قلبي مثلج بهالوجوه الطيبه ان نلتقي الله يطيب خاطرك الله يبارك ملائي ملائي نعم يقول حميد ابن مسلم زينب أتت إلى قبر المولى أبي عبد الله وصلت إلى حدود كربلاء لما وصلت إلى حدود كربلاء قالت بني زين العابدين أنخ ناقتي وانزني من على ظهرها قال زين العابدين لما عم قالت بني المرأة عندما تأتي إلى أهلها وأخوتها يخرج أهلها يستقبلونها وأنا جيت ليك يا محن القلب خويا وجيت ليك من حقها أو هذا الشاعر يقول حقها الفاقدة الوليان من الأجنبي تجفل قالت لجيت ليك محن القلب خويا وجيت ليك خويا حسين انشد عليك يا ماي عيوننا وانشد عليك يا ما مريت بيك يا 40 يوم ما مريت بيك الإمام يقول وضعت يدي بيدها عم زينب قالت بلى قلت عم إلى أين النوى قالت لقبر الحسين جلست بجوار القبر هذا الراوي والشاعر يقولون إنها فتحت فمها وضعته على تراب القبر
أخي أبا عبد الله أناديك أبيك أن تجيبني؟ ما حصلت جواب من الحسين، قعدت يم القبر قامت السولف، قالت له من لقيتك من لقيتك الحمد لله يا أخويا من لقيتك. أبو علي جا جزيتك جا جزيتك لو ما ريحة أمي جا جزيتك. الله حتى واحد يلومني من أبكي على الأم، حتى زينب تقول للحسين هيك، ويا جا جزيتك أخ 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 بطلت وين خايب يا قلبي، جا جزيتك أنا الغالي يا أخويا ونعيتك. الإمام زين العابدين يقول أنا طأطأت رأسي انحنيت لعمتي زينب، عمة قالت بلى، زتيني كربا فوق كربي، قومي معي هلمي معي إلى عمي العباس. شين نروح العم العباس نهر الفرات. قالت اتوادع وياه اتوادع وياه خليني يريد اتوادع وياه، عم القعدة وياه أخوي وحلت لي القعدة وياه. قالها عمه تفضلي اجلسي بجوار القبر. قالت وردة قيلة وردة قيلة أنا بقلبي يا حجاية وردة قيلة. شو تقولي له زينب؟ أخي مثله أخي مثله وينا القاية هنا أخي مثله. الإمام يقول أخذت بيدها رحنا للإمام العباس، يقول جلست بجوار جسد عمي العباس، تحدثت عمتي إلى درجة إنها أبكتني. الإمام زين العابدين يقول تقول له حنيت عباس وحك شاربك يا أخوي حنيت، ويا الجمعتنا بالبيت حيني لشوفته وجمعتنا بالبيت. الله عباس تقول له سالم تمنيت سالم تمنيت تريد لي الأخو سالم تمنيت. الله الله خويا وايسيت وايسيت عباس راح اقطع الظن وايسيت. الله خويا ما ينطب البيت صاير وحش ما ينطب البيت. الإمام يقول قلت له عمة عندنا عيال، أنت تعرف زينب مش قد عدها 88 طفلة وطفل، هذا الكم من الأطفال أناث وذكور كله تحملته زينب بطريق السبيل، عجيب شنو صبرها. ولذلك يقولون لها صاحبة الصبر أم المصائب. الإمام الحسين كان يستشهد بزينب يقول إنها عالمة غير معلمة. أزاد أي يقول الإمام زين العابدين قال عم نذهب لعمتي زينب، خل نروح ليه خل نروح عندنا عيال يلا عمة. قالت لعباس خويا لدروب البعيدات راح الروح لدروب البعيدة. ولا كان العباس ما يفارقها، انت شاعر وانا اعتز بشعرك واقع. الان انا خطيب وانت شاعر، انا ناعي الحسين انت شاعر تسمعني. الشاعر يقول كل ساعه عباس ونزل محمل الحره يعدله، صدله لحسين وناشده شنه نزلتك بالفله. عباس المن نازل قال له نزلت بالفله تدري بختنا مدلله، ما تحمل الذل والهضم مفطومة على العز والعلة، أنا وياك نقل أبو فاضل شارتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كربلاء. الله تستر وجهها شفوفها
والدمع على الخد سايله ولو رادت الناقه عثر يضرب خواتك حرمله. ابو فاضل انت كفيل العائله. فالامام زين العابدين قالت لابني يتركني اتركني لدروب البعيدات عباس راح الروح لدروب البعيدات. شلون تقضين الدرب؟ اسمع شلون راح تقضين الدرب زينب؟ قالت لونا وحسرات ونا وحسرات لخالص الدرب ونا وحسرات ويا ما يقعد المات ما يقعد المات بعد شالة وهلي ولا يقعد المات. إذا عندك سؤال أنا خادم وممنون. الله العفو بالله. يعني ما أعرف والله ما أعرف شنو أقول. وصلنا لختام الحلقة. الله يبارك فيك. أكو أبيات عن الأخر نردد هنا أنا وياك، أنا أقرأ لك إياهن وأنت وانت تنعيهن. خادم الله يعزك. الله يعزك. انت تحب نقرا على اخ لو على اب؟ اللي يعجبك انت. انت شنو وياك؟ الله يعزك. تقول يا لعدك اخوان حنان هنيالك. يا لعندك اخوان حنان هنيالك قلق وتبهذل اش ما موعد يوازيك. اخ قلق وتبهذل اش ما موعد يوازيك اللي كسر مرايته اش ينتظر حسباله. اخ اللي كسر مرايته اش ينتظر حسباله ويا اخوك تعارك تنطق تطق مغلوب. يا عفو يا اخوك تعارك تنطق تطق مغلوب يا دم الطلعين عد الدم مالك. اخ اخ يا دم الطلعين عد الدم مالك. اجات الله يسلمك. الله يوفق ان شاء الله. الله يعزك. وصلنا لختام الحلقه. الله يبارك. شكرا لك. الله يبارك. وتعبناك. لا كل وشكرا لذي قار العز. الله يحفظك. والإباء. شكرا لسوق الشيوخ. وشكرا لسوق الشيوخ أيضا. وشكرا لشهيد الجمعة. وشكرا لملا حسين. لملا حسين. وشكرا لشهيد الجمعة. أحبتنا مشاهدي قناة الأيام وصلنا وياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، آملين الحلقة عجبتكم. شكرا لكم. وآخر كلمة لك جناب الشيخ، هذه كامرتك. أتمنى من الله عز وجل ومن الإمام الحسين وهو سيد شباب أهل الجنة أن يوفق جميع المؤمنين لما يحب ويرضى. شكرا لكادر القناة. شكرا للأخوة خلف الكواليس. شكرا لأبو الأكبر. الله يعزك. شرف الشاعر. وطالما أحببت أن ألتقي. الله يسلمك. ممنون شيخ. واقعا شكرا جزيلا. أسألكم الدعاء. الله يعزكم. في أمان الله.